معانا على التليفون سيادة اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية. أهلا بيك يا سيادة اللواء. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح الفل على سيادتك يا فندم. وإحنا شايفين أهالينا في الشرقية يعني نازلين يعني بعشرات الآلاف يتظاهرون لنصرة ولنجدة ولمساعدة الشعب الفلسطيني والمطالبة بحقه. الآلاف أو عشرات الآلاف في الشرقية نزلوا بعد كلمة الرئيس النهاردة الصبح. حضرتك بشكرك على التغطية المتميزة. عفوا يا فندم. حضرتك أنا بتابع طبعا الحلقة من أولها. النهاردة النزول كان بطريقة عفوية وتلقائية جميلة جدا. صحيح. وسرعة استجابة غير طبيعية من الشعب المصري. النهاردة حضرتك قلت طبعا جميع الأطياف شاركت النهاردة في الميادين والشوارع على بربوع مصر كلها، شمالها وغربها، من شمالها لجنوبها. انا بس اقول لحضرتك النهارده يعني انا كنت في الميدان النهارده مع المواطنين النهارده. والله العظيم يا استاذ يوسف، بنت لا تتجاوز الثلاث سنين يعني بتتزين بالشال الفلسطيني المعهود بتاعه والعلامه ورافع ايديها علامات النصر. ده بتبعت فينا الامل كلنا. وانا يعني اللي انا شايفه اللي احنا تربينا عليه ان احنا حب فلسطين والاخ ده في القلب والوجدان المصري طول عمره. الدعم القضيه اظن ان هي في جينات كل مصري على مدار التاريخ من عمر كل رؤساء وكل المواطن المصري على مدار التاريخ كله دعم للقضيه الفلسطينيه. يعني احنا النهارده كنا نزلنا بيان بنثمن فيه الموقف المحترم للرئيس فخامه الرئيس النهارده ورفضه القاطع والحاسم لمخططات تصفيه القضيه الفلسطينيه. النهارده استاذ يوسف انا يعني دايما بقول للاولاد والشباب اللي معانا ان احنا من اهم مكتسبات ثوره 30 يوليو وتولي فخامه الرئيس الحكم ان مصر استعادت السياده المطلقه في قراراتها واقوالها وافعالها، ومحدش يستطيع يملى على مصر قرار. واظن الدان والقاصي والواقع بياكد كده لما سياده الرئيس قال في مناسبات عديده مختلفه المواقف ان مصر ان امن مصر القومي خط احمر. شفناه في جميع الاماكن، انا مش عاوز اعيده، شفناه في جميع الاماكن واقع ملموس. انا بس النهارده يعني في تصريحات السيد الرئيس مش مجامله، النهارده كل كلمه بتوزن بميزان ذهب، عبارات دقيقه حكيمه قويه متزنه، مفيش عنتريه في الكلام، وده بيجبر العدو قبل الصديق على احترام وتقدير هذه الشخصيه. صحيح. احنا كلنا بنفتكر بفخامه الرئيس، مش مجامله والله. صحيح 100% يعني منتهى الحكمه، وكل كلمه ومصطلح وصياغه محسوبه يعني بـ 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 بميزان الذهب زي ما حضرتك قلت. اشكرك جدا سياده اللواء طارق عجيز الامين العام لحزب مصر الحديثه. عرفتوا طبعا الدعوه زي ما كنت بقول لكم من مجلس امناء الحوار الوطني. كل من يريد نجدة هذا الشعب، نصرة هذا الشعب، المساعدة هذا الشعب، ورفض هذه المذابح والمجازر تجاه هذا الشعب الشقيق أهلنا في فلسطين، إذن فالوقفة بإذن الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة أمام نصب الجندي المجهول.